أنا إسرائيلي فقط كما علمني أبي، أم أنا يهودي عربي مثل جدي، أم عربي إسرائيلي على حد قول أمي؟ ما أقصى هذا الشتات النفسي؟ نفسي تنقسم على نفسي وتبحث بداخلي عن نفسي. لكم أشتاق إلى تلك الأنغام الحانية في صوت جدي ورصانة كلماته، والنظر في عينيه العسليتين الواسعتين، ومدعبة شعرات لحيته الكثة القائمة، وصنع شاربا بإحدى ضفيرتيه المقصوعتين، ورؤيته المهيبة عندما كان يصلي بالعبرية. كنت لم أكمل 17 من عمري بعد، لكنني وجدت كل شيء محفوظا بين حنايا عقلي، وكبر معي بهوده.